ما عندي حتى شي اشكال نقولها من غير شي ناس قدام والشباب ديال دابا قليل اللي كيقولها وصافي. تلقاش حرج او لا ما بقاش كيكون الحرج. اوكي الناس اللي هما باقي متراكمه فيهم ديك المخلفات ديال الماضي العتيق وديك هذه الكلمه تحبك غادي تحرجنا وغادي تخلينا كنتصوروا الناس انهم غادي يظنوا فينا شي حاجه خايبه او لا شي حاجه بحال هكا كيتعقد. اما الانسان اللي ما معقدش راه يقدر يعبر على العواطف ديالو يقول احبك ولا يقول كنبغيك ولا يقول عزيز عليا كنموت عليك كنعشقك. لا ما كنلقاش هذا المشكل نهائيا لا مع ولدي لا مع راجلي لا مع خوتي اللي كنقولها لهم. يعني هذا المشكل ما عنديش انا بعدا نهائيا. لا ما كاين حتى شي احراج. اذا كانت لا بيرسون نيت كتستحق تقولها لا افيك ان كون بليزير. ما عنديش مشكل نقولها با دو تو. لا I love you, it means something really value, so غتقول لشي واحد اللي ديجا كيستحق بزاف. لا ماشي بالعكس. انا هاد الكلمه هادي نقدر نقولها لاي شخص عزيز عليا. نقدر يعني اي شخص انترفيو عزيز عليا نقول لك كنبغيك بحال هاد الصديق هذا نقول لك كنبغيك وكنموت عليك مع هاد المنبر هذا.